السلام عليكم أحبائي ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبت لكم وصفة رائعة جدا ومفيدة ومجربة مني أنا شخصيا لتبييض أي منطقة في الجسم، خاصة المناطق الحساسة. وصفة مجربة ورائعة ونتائجها مضمونة بإذن الله، جربوها وإن شاء الله راح تدعوا لي من قلبكم إن شاء الله. مكوناتها سهلة وبسيطة ومتوفرة إن شاء الله، كل ست راح تلقاها ومتوفرة عندها إن شاء الله. قبل ما نبدأ في الوصفة، أتمنى أنكم أحبائي أنكم تشتركوا في القناة بالضغط على الزر الأحمر أكيد، لكي تصلكم جميع وصفاتي السهلة والبسيطة والمجربة والناجحة بإذن الله. أيضا أتمنى منكم أنكم تفعلوا زر الجرس باش توصلكم جميع الوصفات. نبدأ بسم الله بمكونات الوصفة. قلت مكوناتها سهلة جدا وبسيطة. أول مكون وهو عصير نصف ليمونة. دائما قلت وصفاتي سهلة وبسيطة وتستطيع أي مرأة أن تجربها، يعني مكوناتها كلها بسيطة وسريعة. أكيد نعرف باللي جميع النساء ما عندهمش الوقت وتجيهم ثقيلة باش يجربوا بعض الوصفات، لأنه مكوناتها كثيرة جدا وما تكونش متوفرة. مهم وصفاتي كل مكوناتها بسيطة وقليلة وناجحة بإذن الله. سمحوا لي طولت عليكم، أعيد المكونات. قلت أولا نحضر نصف عصير ليمونة، نصف عصير ليمونة، نجيب نصف ليمونة ونعصرها. والمكون الثاني وهو الرئيسي وهو زيت الجليسيرين. زيت الجليسيرين نظن الكثير منا يعرفوا هذا الزيت، وهو زيت الجليسيرين تلقاه عند الصيدليات، يعني ثمنه ليس باهظ، يعني تستطيع أي واحدة أنه تشريه. نعيد المكونات. قلت أولا نصف عصير نصف ليمونة، ثانيا نفس الكمية من زيت الجليسيرين. عندنا عصير نصف ليمونة ونفس الكمية من زيت الجليسيرين. أولا نقوم بخلط كمية عصير الليمون مع نفس الكمية من زيت الجليسيرين. قلت نخلط نفس الكمية من الليمون مع نفس الكمية من الجليسيرين، يعني نحاول أن نقدر، عيني هي ميزاني، نفس الكمية من الليمون نضيف لها نفس الكمية من الجليسيرين ونخلط جيدا هذه المكونات. نخلطها، يعني نحاول خلط هذه المكونات جيدا، نخلطها مع بعض وتكون الوصفة جاهزة عندي، سريعة وسهلة إن شاء الله راح تجربوها وتنجحوا فيها بإذن الله. كيفية الاستعمال؟ بالنسبة لطريقة الاستعمال، يعني نروح للمناطق اللي حابة نبيضها، يعني تصلح لجميع الجسم وللوجه وللمناطق الحساسة خاصة. كيف نستعمل هذه الوصفة؟ أولا أقوم بتنظيف المنطقة التي أريد أن نبيضها، مثلا تحت الإبطين أو المناطق الأخرى، نظفها جيدا بصابون عربي كما يقولوا، صابون بلدي، صابون جرافة أو صابون طرف، نظفها جيدا. نستعمل هذه، ندهن المنطقة المراد تبييضها بهذا الخليط، يعني خليط ليمون وخليط زيت الجليسيرين. وإذا كنت حابة نستعملها في وجهي ثاني أيضا عادي نفس الطريقة، ننظف وجهي وندهن وجهي بهذيك الخلطة في الليل، وفي الصباح إن شاء الله نغسل هذيك المنطقة اللي درت لها الخليط، ونكرر هذه العملية تقريبا 3 مرات أسبوعيا، 3 مرات أسبوعيا. يعني لما تجربوها راح تلاحظوا الفرق من أول استعمال. مع تكرار الاستعمال سوف تجدون النتيجة رائعة جدا، يعني ذاك السواد كله اختفى والوجه يصبح أبيض وناصع البياض وخالي من جميع الشوائب. يعني هذه الوصفة مجربتها والله العظيم، جربتها أنا شخصيا، يعني وجهك راح يحسدوك عليه الكثير من النساء. أيضا المناطق قلت أخرى، أي منطقة، يعني هذه الوصفة يجب تكرارها عدة مرات باش تحصلوا على النتيجة النهائية وهو البياض المطلوب. يعني نتمنى إن شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها بإذن الله. فقط أتمنى أنكم تشتركوا في القناة وتدعموها، وذلك بالضغط على الزر الأحمر، تضغطوا على زر الجرس تفعلوه، وإذا أعجبكم الفيديو ديروا له إعجاب وشاركوه مع أصدقائكم. وشكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.